حياك. مساكم الله بالخير ومشكورين على الاستضافة. شلون ابو جاسم؟ الله يسلمك بخير طول عمرك. كلمنا عن الجيمينج ونوع اللعبة اللي تلعبها. طبعا خلت اتكلم عن الجيمينج بشكل عام. ما اتوقع احد موجود فينا ما مر بمرحلة بعمره ما جرب لعبة، طبيعي كلنا. كوني انا شخصيا جيمر او العب العاب الفيديو الالكترونية، احب جميع انواع الجيمينج، لكن اذا بخصصها على شيء احب الالعاب القصصية اللي تركز على القصة اكثر، او البلاتفورمرز الكلاسيك، شغل ايام اول بس ما احنا متعودين. حلو جميل. انزين، هل تشوف ان اضرار الجيمز اكثر من فائدتها؟ يعني دائما الناس عندهم فكره ان اللي يلعبون جيمز هم معزولين عن العالم، ومثلا عندهم اضطراب الشخصيه وفيهم 60,000 عيب. فهل تشوف ان فعلا الجيمز لهم خلينا نقول مساوئ على حياه الشخص؟ يعتمد بالنهايه، اذا في اي شخص يمارس اي شيء يحبه اذا مارسه بالطريقه الخاطئه طبعا راح تكون مساوئه اكثر من ايجابياته. اذا مارست الفيديو جيمز او لعبتها بالشكل الصحيح، استثمرت وقتك فيها عدل، راح تستفيد منها عدل، لان بالنهايه الالعاب مو شخص ولا شخصين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا عشره اللي طوروا اللعبه، فريق كامل اكثر من 50 مرات اكثر من 100 شخص، فيها اخراج، فيها امور كثيره تتعلم. بالنهايه الالعاب تنمي العقل وتعلمك انت شلون تفكر كشخص. فانا اشوف شخصيا ان ايجابياتها وايد اكثر من سلبياتها اذا انت عرفت شلون تستخدمها او تلعب اللعبه بالشكل الصحيح. خلي اقول، انت ذكرت انها تنمي العقل، انزين، وانه لازم تستثمرها بشكل صح، بس انا بسالك الحين شلون قدرت تستفيد منها؟ شنو فوائد الجيمينج؟ انا لو مثلا شخص حاط في بالي اني العب جيمينج عشان استفيد من الجيمينج، شلون؟ خلي اكلمك على تجربه شخصيه. انا بالنهايه شخص ما درست اللغه الانجليزيه في مرحلتي الدراسيه. الالعاب الالكترونيه علمتني شلون اتكلم انجليزي، وعلمتني شلون اتقن اللغه الانجليزيه بشكل جدا كبير. لما اقعد اتكلم مع اي شخص، يعني كني دارس في مدرسه انجليزيه او ايا يكن، اتعلمك انت شلون تفكر تتخذ قراراتك، لان بالنهايه في نمط من الالعاب او في نوع من انواع الالعاب تكون الغاز او اختيارات، تعلمك انت شلون تفكر، لان بالنهايه هي رياضه ذهنيه. هل واحد يقدر يعتمد على الجيمز بشكل كلي انه يخليه وظيفه حقه؟ طبعا اكيد. ارجع اجيب نفس الجواب اللي جاوبته قبل شوي، اذا عرف شلون يستخدمها بالطريقه الصحيحه طبعا راح يعرف او يقدر يخليها كوظيفه اساسيه. بالنهايه احنا لما نشوف اي لعبه مثلا تنزل، في مراجعين حق الالعاب، المراجع هذا يقعد ياخذ وقته باللعبه قبل ما تنزل، في ريفيو كامل ينزل، يقعد يحلل لك اللعبه، تشوف اللعبه شنو ايجابياتها وشنو سلبياتها. انا ولا انت ولا اي واحد موجود من الجمهور لما يروح يشتري اللعبه ما يشتريها على عماته مثل ما احنا نسميه، يقرا مراجعتها، يشوف شنو فيها ما فيها، تسوى اشتريها ولا ما تسوى اشتريها. زين، منو الشخص اللي قاعد يسوي هذه المراجعه؟ هذا شخص وظيفته هذه الشغله. هل في منظمات معينه يعني دولة الكويت؟ في منظمات قاعد تساهم في الرياضة الإلكترونية وفي ألعاب الفيديو جيمز، تنظيم البطولات والأمور هذه بشكل كبير. بالبدايات أو قبل ما كان في دعم، لأن المجتمع مال الفيديو جيمز كان شوية مثل ما نقول إحنا معزول، ما كان له جمهور كبير، لكن هذا طلع وصار في منظمات وايد كبيرة حق البطولات والألعاب الإلكترونية. وايد حلو. زين محمد، أنت عندك عيال؟ لا. لو عندك عيال راح تدخلهم وتخليهم يدخلون عالم الجيمينج نفسك؟ طبعا اكيد. أوه. بس بالنهايه اي، انا ليش ما اخليهم تجربه انا مريت فيها، اخلي عيالي يمرون فيها، لكن اهم شيء والاهم من هذا كله دور الرقابه، لازم يكون في رقابه. يعني مو اعطيهم اي لعبه واقول لهم يلا لعبوا، لان في العاب لها تصنيفات عمريه، كل تصنيف له عمر معين عشان الشخص يلعبه. فاكيد اخلي عيالي عشان يتعلمون من الفيديو جيمز بالطريقه الصحيحه. فتنصح اولياء الامور ان يعني يخلون عيالهم يلعبون الفيديو جيمز بس مع الرقابه؟ طبعا، والرقابه المشدده. المشدده. شكرا يعني. لك محمد عتبي على وجودك. حياك الله. اتمنى لك